السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. فيما لا يزال هناك من يصدق أكذوبة الحوثيين أنهم ثاروا ضد الفساد، تمارس القيادات الحوثية أبشع صور الفساد المالي والإداري بشكل غير مسبوق. وبينما يرددون إسطواناتهم المشروخة عن مكافحة الفساد، تقوم الجماعة الإنقلابية وحلفاؤها من أتباع المخلوع بعملية تجريف واسعة وجذرية لأموال وموارد خاصة بالشعب، بدءا بخزينة البنك المركزي التي أفرغوها من احتياطي نقدي أجنبي كان لا يقل عن 5 مليارات دولار، بل وحاولوا المساس بالاحتياطي الخارجي لولا تدخل الرئيس هادي بقرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. اليوم هوامير الجماعة الإنقلابية تهيمن على التجارة وعلى موارد أكبر محافظات الجمهورية سكانا وأكثرها أهمية كصنعاء والحديدة، ويحضر في السياق ما كان قد كشفه الصحفي الشهيد محمد العبسي عن احتكار قيادات مقربة من عبد الملك الحوثي على سوق المشتقات النفطية من خلال أكبر 3 شركات نفطية، وهي يمن لايف التي تتبع ناطق الجماعة محمد عبد السلام، وشركة أويل برايمر التي تتبع تاجر السلاح دغسان محمد دغسان، بينما تعود الشركة الثالثة واسمها الذهب الأسود للقيادي الحوثي علي قرشة. عدا ذلك تسيطر قيادات حوثية ومشرفة في 10 محافظات وأكثر من 150 مديرية على موارد يومية تبلغ المليارات، ويمارسون أسوأ حالات غسيل الأموال وتبييضها، بينما الفقر والغلاء والوباء يلتهم الشعب المغلوب على أمره. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش ممارسات التجويع وسياسات التجريع والإفقار التي تمارسها الميليشيا ضد الشعب. سيكون معنا في حلقة اليوم عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب مدير مركز العاصمة الإعلامي عبد الباسط الشاجع، ومن العاصمة صنعاء الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة، وكذلك من صنعاء الصحفي عمر العمقي، ومن الحديدة الصحفي بسيم الجناني. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. أهلا وسهلا بك يا أستاذ بشير. مرحبا أستاذ عبد الباسط. في البداية، أنتم في مركز صنعاء الإعلامي، كيف ترصدون وتتابعون الفساد الممنهج من قبل الميليشيا ضد الشعب، وعلى وجه التحديد ربما أكثر صفقات الفساد وهي التلاعب بالمشتقات النفطية؟ تلاعب الحوثيين بالمشتقات النفطية لا نستطيع أن نحصره بفريق واحد أو يعني بجهود ذاتية. صنعاء كما تعرفها يعني تعيش حالة من القمع، تحكمها عصابات، لا يوجد هناك وسائل إعلامية أو صحفيين متواجدين. تقارير حقوقية ذكرت بأن 300 صحفي وإعلامي غادروا العاصمة صنعاء منذ اجتياحها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. نواجه في العاصمة صنعاء حالة كرصد للانتهاكات أو كرصد للفساد المالي التي تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح صعوبة كبيرة، لكن ما نلامسه من قبل المواطنين أو الموظفين في الوزارات، هناك حالات كبيرة أو فساد مهول واقع في الوزارات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. نعم، أبرز مظاهر هذا الفساد أستاذ عبد الباسط التي ربما وصلتكم أو وثقتموها أنتم؟ طبعا استحداث الحوثيين للنقاط داخل العاصمة صنعاء من خلال بهدف ابتزاز التجار وأيضا أخذ رسوم كبيرة على المواطنين وصلت إلى ملايين يوميا من خلال ابتزاز التجار. ربما أيضا أصدروا بيان التجار خلال الأيام الماضية بأنهم سيغادرون البلد، بأنهم سيغادرون اليمن إلى الخارج بفعل هذا الابتزاز والتي تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح. نعم، طيب استاذ عبد الباسط ابقى معي، نشرك معنا في الحديث من صنعاء الصحفي الاستقصائي عمر العمقي. استاذ عمر مساء الخير. مساء
استاذ عمر العمقي، مساء الخير. مساء النور عليك يا بشير وعلى جميع المشاهدين وعلى جميع الضيوف. مرحبا بك استاذ عمر. كيف تتابعون انتم في صنعاء ما يجري من سوق سوداء واستغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بلا رواتب، وضع الناس متردي جدا، لا خدمات، ومع ذلك هناك سوق سوداء تستغل الناس؟ صف لنا الوضع في صنعاء. يا أخي بشير، سكان العاصمة أصبحت الصدقة عليهم واجبة شرعا وأخلاقا وأدبا، لما يواجههم من ظروف مستعصية جدا. يعني جميع السكان هنا لا يستطيعون مواجهة الغلاء المتزايد يوميا. يعني كل يوم تذهب إلى البقالة، تذهب إلى الصيدلية، تذهب إلى محلات قطع الغيار أو أي محلات تقدم الخدمات للمشترين، تجد بأن السعر يختلف عن السعر السابق، وأحيانا يختلف السعر في نفس ذات اليوم. يعني الصباح بيكون بسعر والمساء بيكون بسعر آخر. هذا الغلاء هو ناتج عن سوء الإدارة الفاشلة لمن هم، يعني لمن يدير البنك المركزي في عدن ومن يدير البنك المركزي هنا في صنعاء، وكذلك ناتج عن وجود يعني حوالي 3 أو 4 منافذ جمركية حول العاصمة صنعاء، وهذا يكبد المواطن فارق السعر نظرا لدفع التاجر يعني جمارك مرتين، مرة في عند المناطق المحررة المالية للشرعية، ومرة عندما يكون يعني البضاعة حقه قادمة من عن طريق البيضاء أو دمار أو عمران أو الحديدة، يعني يتكبدها المواطن دائما وأبدا. نعم. ما أود أن أقول يا أخي بشير. نعم. طيب الآن السكان العاصمة صنعاء هي مثلا من مشكلة الأدوية. عندما تذهب إلى الصيدلية أحيانا لا تستطيع الحصول على علاج، وهو جرعة شهرية يستخدمها المريض مثلا بسبب ارتفاع السعر. أحيانا يعني الشركات الأدوية ترفض البيع إلى أصحاب يعني الصيدليات بحجة إيش فارق السعر، لأنه كل يوم سعر الدولار يختلف، وهذا يؤثر إيش على يعني التزاماتهم المالية للخارج، وهذا يكبد المواطن. يعني يحكي لي أحد الأطباء، هو طبيب أسنان، لأنه لم يستطع توفير. نعم عمر، هناك من كتب، هناك من كتب أيضا شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات والمستشفيات يتعاملون بصرف الدولار ب500 ريال قبل ارتفاع الدولار لهذا الأسعار. هل رصدت أنت حالات ربما بدأوا يمارسوها فعلا في صنعاء بهذه الطريقة؟ هذه شركات الأدوية تعمل هكذا. يعني وأنت عندما كنت تتحدث كنت أتكلم عن شهادة لأحد الأطباء بأنه هو طبيب أسنان، لأنه يريد أن يأتي بالمواد الذي يستخدمها لعلاج الأسنان من تلبيس أو جبس أو يعملها للمريض الذي يأتي إليه، أنه لم يستطع الحصول على هذا المواد بسبب ايش يعني تضارب الاسعار وارتفاع الدولار الذي بيأثر على شركات الادويه. شركات الادويه امام هذا التضارب السعر المتقلب بين المساء والنهار بتضطر ان هي تقوم ببيع السلعه او المنتج الذي قامت باستيراده بسعر يصل الى 500 ريال يمني. كذلك طلاب الجامعات اليمنيه، طلاب الجامعات الاهليه هنا في صنعاء يعني يشكون من هذا التضارب. يعني تكون الرسوم عليهم 400-500 دولار، لا يستطيعون. نعم. توفيرها بسبب ايش؟ انه يعني كل يوم ما ايش والسعر يرتفع. اذا دفعت انت رسومك قبل يومين يكون لك افضل من ما تدفعها. طيب. اليومين او تدفعها بعد. طيب. اسبوع. عمر يعني ايضا لو تحدثنا على نقطة مهمة، هذه الاسعار سواء في جانب الصرافة او السوق السوداء، من يتحكم بها في صنعاء؟ يتحكم بها اصحاب المحلات، يعني اصحاب الصرافه الذي اصبحت الصرافه في صنعاء اكثر من عدد البقالات. لا يخلو شارع في العاصمه صنعاء من وجود محلين الى 3 محلات صرافه، الكل هنا يفتح له ويقوم بالتلاعب بالدولار. يعني تذهب الى هذا المحل، هذا يعني يبيعها التاجر لك ب 430 دولار، هذا ب 450، هذا ب 420، كل تاجر ايش طيب يعني سلطات الانقلابيين في صنعاء الا يعني
تحاول ضبط هذه العمليات وهذا النهب الممنهج، أم هي كما يقول الكثير بأنهم هم أصلا من يديرون هذه اللعبة وهم من جعلوا منها مصدر دخل لتمويل حربهم ضد الشرعية والدولة؟ يا أخي بشير، من يحكم صنعاء هو مشغول بأمر واحد، هو مشغول بشراء الأراضي والعقارات. كل الأراضي والعقارات التي كانت في مواقع استراتيجية في العاصمة صنعاء ولم يستطع أحد في السابق أن يقوم بدفع قيمتها، لأن هذا الأرضية أو البيت الذي يملكه في مكان استراتيجي ويمكن الاستفادة منها أو بناء فيه محلات تجارية أو محطة بترول أو إلى غير ذلك، تمام، لم يستطعوا يعني في السابق يعني أيام ما كانت يعني كانت أوضاع مستقرة أنهم يشتروا مثل هذا البيوت أو هذه الأراضي، استطاع الحوثي أن يشتري هذه الأراضي والبيوت والعقارات التي استعصى على من كان في الماضي شراءها. يعني في شارع الزراعة، في قلب شارع الزراعة هناك أرضية تم بيعها بأكثر من مليار ريال، والآن هي أصبحت يعني شبه جاهزة، عبارة عن من قام بشرائها يعمل لها الآن محطة بترول في 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 هذه الأرض. هناك يعني كل الجهود الذي بتقوم بها أو بتبذلها السلطات الحاكمة في صنعاء هي منصبة في هذا، في نعم. شراء العقارات وفي طيب. بناء الاستثمارات المالية وفي بناء المشاريع التي تخصهم من أجل إدرار عليهم أموال ومن أجل غسل الأموال، من أجل يعني الحصول على أرباح طيب. خيالية. طيب عمر، سؤال أخير قبل أن أودعك فقط، الآن أسعار البترول والغاز كم أصبح داخل العاصمة صنعاء وكيف يمكن الحصول عليه؟ البترول لا يتوفر في المحطات وإنما يتوفر في السوق السوداء. سعر الدبة اليوم 11,000 ريال، سعر الدبة الديزل 13,000 ريال، سعر الغاز 4,500 و 4,600 ريال. بالأمس يعني قبل يومين أحد التجار في الحي الذي أسكننا فيه قام بذهب إلى محطة الغاز وسأل صاحب المحطة كم لديه لتر غاز، فقال له أنه لديه ما يكفي لتعبئة 200 دبة غاز بواقع 20 لتر لكل دبة. الإجمالي قيمته قال 900,000 ريال، قام هذا التاجر بدفع 460,000 ريال وقال بقية المبلغ يعني يجعل المواطنين أن يعبوا 2,200 لكل دبة وهذا فارق المبلغ. يعني هناك من رجال الخير من رجال الأعمال من يعمل على تخفيف هذا الأعباء على المواطنين. يعني هناك يعني فاعلي خير عمر لا زالوا يعني يحاولون تقديم الدعم للمواطن ولو بصورة خفية، يعني مثل ما فعل هذا أحد التجار. اسمح لي يا بشير اوصل هذه الرساله، اذا كان الله فرض على التاجر على رجل الاعمال يعني انه يقوم بتقديم الزكاه فلماذا يؤخر هذه الزكاه او يقوم بتقديمها في رمضان في شهر الخير والاحسان؟ الكل يقدم زكاه في رمضان يا اخي، الناس الان احوج، الناس الان تموت في صنعاء وهي بحاجه للقمه العيش، اذا كان الله فرض عليك زكاه فلا تؤخرها ولا الى رمضان، وانما قم الان تقديم الماضي، نقوم بمساعدة الماضي في صراع الناس. أنا تشكو الجوع، والله يا بشير إننا كل يوم نلتقي بناس يعني وعندما نتحدث عن أحوال الناس يعني إنه تجمع العيون من أوضاع الناس هنا في صنعاء، والكثير منهم يعني لأنه يخشى أن يعني أن يتكلم عليه الآخر أو لأنه عزيز نفسه تمام يغلق عليه بيته. علبة الفول يا أستاذ نعم. بشير، علبة الفول أعزائي المشاهدين تصل إلى 200 ريال، من سيستطيع توفير هذا المبلغ عندما يكون لديه في البيت 6-7 أنفس؟ بالتأكيد في وقت أيضا لا رواتب ولا نعم بدون أعمال بدون رواتب بدون شيء. نعم عمر، إن شاء الله تكون رسالتك قد وصلت، وإن شاء الله يعني اليمنيين هم دائما يعني متراحمون وعلها غمة إن شاء الله وتزول بإذن الله، لكن كما تعلم يتحمل كل هذه التبعات والانقلابيين الذين الناس تموت من الجوع وهم يشترون مثل ما تحدثت الفلل والعمائر والعقارات وما شابه ذلك. شكرا جزيلا لك الصحفي من صنعاء عمر العمقي، وأعود إلى مأرب مع الصحفي عبد الباسط الشاقع. استاذ عبد الباسط، كان محافظ مأرب قد صرح ربما في الايام الماضيه وعده مرات بان الغاز من محطات مأرب هو بالسعر المعتاد 1500 ريال تقريبا، وايضا المشتقات النفطيه ب 3500 كما هو معتاد دائما. هذه المشتقات النفطيه عندما يعني ايضا توزع للمحافظات الاخرى، هل هناك مثلا أي ضرائب تضاف عليها حتى يستغل هؤلاء التجار برفع المشتقات النفطية عندما يصلها إلى صنعاء وإب والحديدة وغيرها من المحافظات؟
هل تتابع هذا الملف أنت؟ نعم أخي بشير، أولا أحب أن أنوه بأن قرار التحالف العربي الذي أقر إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية كان فرصة لميليشيات الحوثي وصالح باستغلال هذه الأزمة وافتعالها من أجل جني أرباح واسعة في الأسواق السوداء، كما ذكر أيضا الأخ عمر العمقي من صنعاء. كل المحافظات تستلم الغاز يوميا، هناك أكثر من 100,000 دبة غاز كما جاء في تصريح لمدير شركة صافر تذهب إلى المحافظات وخصوصا العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وبسعر ربما يكون ب 950 ريال مع فارق النقل إلى المحافظات، ومع ذلك تباع في الأسواق السوداء ولا توجد في المحلات الرسمية في العاصمة صنعاء، وتباع إلى 5,000 وأكثر ربما. نعم، طيب استاذ عبد الباسط تكرم بالبقاء معنا، ونذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة تصريحات استطلعنا فيها آراء الناس حول الفساد الممنهج والنهب والتجريع الذي تنتهجه الميليشيا الإنقلابية في صنعاء ضد المواطنين، ومن ثم نكمل الحديث. كل ما يعانيه المواطن اليمني بشتى المجالات كان نتيجة أساسية لانقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع، سواء في مجال النفط ضررنا، سواء في مجال السفر والمطارات المغلقة، كلها نتيجة للسياسات التي نتج عنها الانقلاب. إدارة الميليشيات للبلاد كما هو الحال أوصلت الناس إلى الحضيض في كل المجالات. أولا أدخلها البلاد في حرب طاحنة، أكلها الأخضر واليابس وأنهكها الناس في معيشتهم، دمرها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العام والخاص، الناس متضررين بشكل عام، هناك من فقد ممتلكاته وهناك من فقد يعني كل ممتلكاته وهناك من فقد جزء منها، وأيضا وصل حد إدارة الميليشيات إلى تهجير الطلاب من المدارس يعني بعدم دفع مرتبات الموظفين، وهناك يعني مدارس أغلقت، هناك جامعات أغلقت، هناك يعني قرى شردت بالكامل، وهناك مدن يعني شبه خاوية بسبب ممارسة الميليشيات. الفقر المدقع ألحق الناس، الميليشيات تحولها إلى تجارة رابحة في السوق السوداء وأصبحت تتاجر بالمشتقات النفطية، والمواطن يعاني من انعدام المشتقات النفطية وهي تخزنها في مخازن خاصة لها وتعود بالفائدة لها. في المقابل يعني هناك فساد مستشري في الإيرادات في الفضاء، كل تحول إلى تجارة خاصة وإلى إيرادات خاصة للميليشيات، إيرادات البلد بشكل عام. سوء إدارة الحوثي عفاشي، لأنهم لا يملكون أي خبرة من التعليم، فهم أتون من الكوف ليحكموا يمن الإيمان يمن الحكمة. نقول لهم سحقا لكم وبعدا، وسوف تنتهون عما قريب. أول ما طلع الحوثي لمسك الدولة طلع وعمل قام الثورة، لأن الدب البترول ارتفعت إلى 500 ريال، وارتفعت الدب البترول إلى 18,000 ريال وإلى 20 وإلى أكثر من ذلك، ولم يقدر المواطنين على شرائها، بل أنها اعتدمت نهائيا، ولا زالت القرع قرعة تلو الأخرى قرعة تلو الأخرى، ولا نقدر لا ندري إلى متى سينتهي هذا السيناريو. ما زال المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وخاصة في هذه الأيام، ومنها المشتقات النفطية، وهو بسبب حرب الإنقلابيين ورفع الأسعار مثل المواد الغذائية والمواد الأساسية للمواطن، وهذا مما يعاني منه المواطن كثير وبالأخص في محافظة تعز المحاصرة منذ 3 سنوات. والله نعاني من ارتفاع الديزل والبترول بسبب الميليشيات تغطى بإغلاق الطرقات على محافظة تعز، وارتفاع المواد الغذائية والغاز والدقيق، وهذا بسبب انقطاع الديزل والبترول على حسب أن الإنقلابيين قطعوا لنا الطرق، وحاصل احنا 3 سنين نطالب الجهات المختصة والتحالف أن يفكوا حصار تعز قبل قريب العاقل إن شاء الله.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه التصريحات وربما لخصوا المشهد ومقدار الألم من السياسة التي تنتجها الميليشيا الإنقلابية في التجريع والتجويع للشعب اليمني. نشرك معنا في الحديث الآن من صنعاء الدكتور محمد الزوبة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور والعافية. مرحبا بك الدكتور محمد خبير اقتصادي. دكتور محمد، الآن المشتقات النفطية ربما هي الملف الأبرز الذي يشتكي منها الناس. هناك طوابير من السيارات في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بحثا عن البترول. من خرجوا من أجل إسقاط جرعة ارتفعت 500 ريال اليوم يقرونها وداخل محطات البترول ب6000 ريال. كيف تتابعون أنتم من ناحية اقتصادية هذه السياسة الممنهجة رغم أن أسعار المشتقات النفطية هي يعني بأسعار زهيدة واستخدموا سياسة التعويم كما قالوا لكنهم خالفوها ويبيعوها بأضعاف مضاعفة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة أنا أول واحد في موضوع الجرعة وفي موضوع 3500 بظهرة أيام هذه وصلت 4000. أنا أول واحد من خرج الظاهر و رفع دعوة على حكومة هادي هذيك الأيام في المحاكم لأنه كانت الجرعة غير واقعية وغير منطقية. نعم. بعد أسعارها كانت يعني زيادة المفروض يعني. نعم. عموما اليوم نلاحظ في صنعاء أنه بتجاوزنا الحد المسموح لأي فكرة فيما يخص التجارة النفطية ومشتقات النفطية يا عزيزي. اليوم الجماعة ما تسمى بحكومة الأمر الواقع في صنعاء تنفذ على اليمن أو على الشعب اليمني جريمة سوف يذكرها التاريخ. وأقولها بكل صراحة وهم يسمعونني الآن وأعتقد أنه أكثر الأخوان الذي كانوا وغيرهم ربما مؤيدين لحركة الحوثي يذكر الدكتور محمد الزوبة على المغفر على قناة المسيرة سواء في صنعاء أو في بيروت، وكنت وتابع هذا الموضوع شخصيا. وفي نفس الوقت أظهرنا وقايع الفساد وكنا هذه الأيام نعمل على أساس النصر ونوصل للناس أن هناك قضايا فساد في اليمن يجب أن يقوم الشعب بالدفاع عنها ويجب أن يقوم الشعب يعني موضوع واضح من هذا الموضوع. اليوم جماعة الحوثي أو سلطة الأمر الواقع تجاوزت هذا النطاق. يا أخي العزيز خلينا أجاوب لك على السؤال اللي طرحته على الجماعة في مأرب وفي صنعاء. أطرح سؤالين مهمين ولكن الجماعة تقريبا لم يستطيعوا أن يجاوبوا عليهم. وهو أولا فيما يخص المشتقات النفطية، يا عزيزي المشتقات النفطية هذه الآن سعرها العالمي موصل لليمن، وليسمعني كل اليمنيين الذي كانوا يسمعوني زمان يسمعوني الآن، موصل CIF إلى ميناء الحديدة ب3200 ريال. نعم. موصل إلى ميناء الحديدة. نعم. إذا كان هذا سعره الموصل ويكون بالسعر العالمي مع كل المصاريف التي عليه، لماذا تقوم جماعة الحوثي أو جماعة ما يحكم صنعاء ببيع للمواطن 6000 ريال؟ لماذا 6000 ريال؟ ما هو الداعي انك ترفع 6000 ريال على مجاميع من المواطنين ومن الشعب؟ انت نفسك بتطالبهم بانهم يصمتوا معك ويناضوا حتى تنتصر على عدوك. كيف سوف يصمت هذا الشعب الذي بدا؟ انا الان اتوجه للشعب، كيف سوف تصمتون ايها اليمانيون والجماعه الحاكمه في صنعاء تعمل على ظهورك بزنس وتعمل عربي. هذا الكلام ليس بالمزايد، أنا أتكلم لكون الموجود في قناة قديس بمعنى أني من الجماعة الذي تدير القناة. أنا مواطن عادي من الجمهورية اليمنية، يجب على كل مواطن أن يعرف بما أنني في يوم من الأيام كنت أحد الأشخاص الذين طالبوا بقيام ضد جرعة فساد هادي. أنا أقول ونفس الكلام اليوم، الحوثي ومجموعته يفسدون في اليمن. في موضوع الغاز يا عزيزي، شركة صافرة الشركة اليمنية التي تنتج الغاز المنزلي للطباخة تبيعه للمواطن ليش كما قال الأخ من مارد 100 ألف برميل، تبيعه في اليوم حوالي
200,000 اسطوانة بسعر حوالي 1080 ريال. نعم. يفترض أنه يوصل إلى صنعاء بسعر لا يتجاوز 1500 ريال بالزيادة. نعم. مهما كانت الظروف، وهذا عملنا وهذا تخصصنا ونحن نعرف ذلك. وهذا ما صرح به محافظ مأرب دكتور محمد، محافظ مأرب صرح بأن الغاز يباع بالسعر الرسمي ويصل إلى صنعاء والمحافظات الأخرى ب 1500 ريال مع كل التبعات والضرائب والفوائد التي يحصل عليها التجار. أيضا نقطة أخرى دكتور محمد هي في غاية الأهمية، هم يعني ربما استغلوا مسألة أن التحالف قام بإغلاق المنافذ، لكن كما تعلم المنافذ والموانئ لا زالت يعني تعمل وقائمة، وربما هذه ذريعة من أجل يعني التضليل على الناس. كيف تابعت أنت أيضا هذه استخدام هذه السياسة من أجل تمرير صفقات مشتقات نفطية أو سوق سوداء بمختلف المجالات في اليمن؟ يا أخي العزيز، يا أخي العزيز، شوف أقول لك حاجة واحدة. نعم. إحنا مهما ناقشنا أوضاع جماعة الحوثي وهي تحكم في صنعاء، حقيقة لا تكفي فيها لا حلقة أو حلقتين في موضوع الفساد. أنا راهنت وكافحت فساد الرئيس السابق علي صالح 33 سنة. نعم. وكافحت وناضلت في فساد الرئيس هادي في السنتين الذي حكمتهم، ولكن حقيقة ما قامت بجماعة الحوثي، واللي يسمعني كل يمني، كل يمني اللي الشعب اليمني يسمع بالكامل، ماذا قامت به؟ وما يقول الآن جماعة الحوثي أجواز السلطة الحاكمة في صنعاء إنه عليك تثبت، وهذا ما كان يقول عليه عبد الله صالح يا شعب اليمن. عندما كنا نتكلم عن فساد والحلقات التي سجلتها في قناة المسيرة عن الفساد، علي عبد الله صالح هنا إذا كان يقول وين الإثباتات يا جماعة الخبي موقع المشتقات النفطية؟ مجرد ما وقع محمد علي الحوثي قانون تعويم المشتقات النفطية، هذا أكبر دليل على فساده. بكرة أنا أتحداهم جماعة الحوثي، أنا أتحداهم هذا المنبر المرة الثانية أن يظهروا هذا الموضوع في المحكمة، وأنا مستعد أثبت لقاضي المحكمة إنه قرار التعويم هو رأس الفساد فيما يخص المشتقات النفطية، وهو أحد أسباب انهيار العملة اليمنية. نعم. طيب دكتور محمد، وبالوثائق. نعم دكتور محمد، في نقطة في هذه الجزئية ما يخص ما قالوا عن 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 الحصار. نعم. على سبيل المثال الحصار رأينا فجرا. نعم. ما جاء الساعة يمكن حوالي 4 العصر إلا المحطات يعني واقفة. نعم. إذا هذه هي كذبة يعني رفعوا الأسعار حتى قبل الحصار. نعم. طيب دكتور محمد، هناك يعني ربما تقرير كان قد ذكره الصحفي الشهيد محمد العبسي رحمة الله عليه بأن هناك 3 شركات نفطية هي المتحكمة بالنفط في اليمن، تديرها قيادة الميليشيا الحوثية ومحمد عبد السلام، وأيضا دغسان محمد دغسان في شركة أولير برايمر، شركة محمد عبد السلام يمن لايف، وأيضا شركة الذهب الأسود لعلي قرشة. هل أنت مطلع على سير هذه الشركات وتحكمها في استيراد وبيع المشتقات النفطية؟ يا أخي العزيز، الآن معالي 3 شركات. لازم يعرف أن الجماعة الآن في حوالي 20 شركة الآن بتستلم مشتقات نفطية. لدرجة أنه هناك المعلومات زي ما قلت أنا الأسبوع الماضي، هناك معلومات اطلعت مؤخرا بأن الجماعة يستلموا من جميع من الشركات هذا العدد، وصل لهذا العدد من إيران يوميا ما يوازي 40,000 برميل. نعم. تقوم بتغطيتها وتستلم على هذا كميات شركات تصل إلى حوالي 20 شركة، وهذا الكلام بدك عن طريق مسؤولين موجودين في ميناء الحديدة. نعم. تمام. نعم. هذا الكلام الجماعة يعني زي ما قلت الأسبوع الماضي حوالي بيعملوا لهم 1,600,000,000 دولار سنويا، مبلغ هو الذي حسب الرئيسي للسلطة الحاكمة في صنعاء. الآن في مشكلة على سبيل المثال. نعم. قائمة في صنعاء الآن بين بقايا المؤتمر الشعبي العام وسلطة الحوثي، الصراع بالكامل الآن على ما يخص المشتقات النفطية.
صالح الصماط وقف وزير النفط للعمل، وزير النفط بيحمل صالح الصماط ويحمل الحوثي انهم هم اللي معرقلين وصول المشتقات النفطيه الى صنعاء. شركه النفط اليمنيه قبل حوالي 3 أيام نقابت الشركه أصدرت بيان وحملت جماعة الحوثي عملية الفساد في المشتقات النفطية. هذا كلام على بين بورش أنا من عندي. نعم. الأمم المتحدة الشهر الماضي أصدرت بيان عن طريق الأمم لايت واتش وقالت في أنه جماعة الحوثي استفادت في السنة الأخيرة حوالي 1,200,000,000 دولار. هذا الأمم لايت واتش. نعم. المشكلة في قضيتنا يا أخي العزيز والذي أتمنى أنه حتى الليلة نوصلها للناس وعن طريقكم هو قضية الأمم المتحدة ومجاميع والمؤسسات الدولية. الجماعة السلطة الحاكمة في صنعاء تستفيد من الوضع المأساوي الذي يشعر به الشعب اليمني في ابتزاز العالم والمنظمات الدولية. ومع ذلك المنظمات الدولية تعرف إن الحوثي على سبيل المثال يبتز الشعب اليمني ويعمل عليه تجارة سوق سوداء واضحة جهارا نهارا بدون أي تردد من منظمات الأمم المتحدة سواء في الإدانة أو في تقرير تلك الممارسات إلى مكتب الأمين العام حتى يفهم العالم إنه المجاميع اللي بدكم صنعاء أتعبت الناس كثير. نعم. ثانيا الرسالة الثانية وهي من متبقى من الأخوان في جماعة الحوثي من لا زال هناك لديه ضمير ولا زال يحس بالمسؤولية أقول بكل صراحة. نعم. يا أخوان يا أصدقائنا الأعزاء الشعب اليمني مستحيل أنه يصمد معاكم ويواصل الصمود إذا وصل مرحلة التفجير والتعجيز في الحياة. الناس الآن عاجزة داخل بيوتها، الناس الآن بتنتهي طيب. من كل القضايا الحياتية البسيطة. طيب دكتور محمد سؤال أخير فقط لضيق الوقت، دكتور محمد سؤال أخير فقط لضيق الوقت، أنت الآن أيضا هناك يعني في يعني في الوقت الذي الناس تموت من الجوع بلا رواتب بلا عمل بلا شيء، هناك أيضا يعني شعب آخر في ثراء فاحش العقارات، العمارات، مراكز الصرافة، المحطات البترول والغاز والتجارة وما شابه ذلك. كيف يمكن أن يحدث هذا في وقت الناس تشتكي من الحصار وتشتكي من الجوع والفقر وفي المقابل يعني يشتروا العقارات والفلل والعماير والأرصدة وما شابه ذلك؟ أخي العزيز هذه طريقة جديدة للقيادة الاقتصادية لليمن. مثلاً هذا سؤال حقيقة فني ورائع جدا، يعني كنت أتمنى أن أذكر في عندي إجابتي على السؤال السابق، ولكن عندما يعني السلطات الأمر الواقع سيطرت على كميات المبالغ من العملة الصعبة من البنك المركزي، نعم، حاولت أن توجد نفسها ما يسمى بالسوق البديلة. نعم. السوق البديلة هذا اللي اعتمدت على المصارف الخارجية وما يسمى بالصرافين. هذا الصرافين هم الذي وصلوا يعني إلى مرحلة تحريك كل القدرات المالية. نعم. في السوق اليمنية بدلا عن ما يسمى بالبنوك الرسمية التي اعتمدت داخل الجمهورية اليمنية. نعم. فأصبحت هذا السوق الموازية هي سوق العمل الذي يتم من خلاله تبييض الأموال والتعامل مع الكاش والسيولة. أنت على سبيل المثال لو لديك 100,000 ولا 200,000 داخل البنك، هل تعلم أنه لا تستطيع أن تذهب بكرة إلى البنك وتقول لهم اسحبوا لي 200,000؟ طيب. لأنه سوف يوزعها عليك. نعم. على 50,000 لمدة 4 أيام. نعم. البنوك اليمنية الآن عاجزة أن تعطيك سيولة أكثر من 200,000 ريال في اليوم، مستحيل أنه تصرف شيء حتى. نعم. لو كان رصيدك داخل البنك 100,000,000 ريال. إذا هي سياسة ممنهجة دكتور محمد، لضيق الوقت فقط، هي سياسة ممنهجة. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا من صنعاء، وأعود إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الصحفي عبد الباسط شجع.
استاذ عبد الباسط، ايضا انتم ك يعني طريقه الميليشيا في تجويع الناس وتجريع الناس بصوره ممنهجه، كان لكم ايضا تقارير سابقه في المركز بهذا الخصوص. مكامن او الفساد التي اتخذت منها الميليشيا ربما مصدر لتمرير هذه الصفقات المشبوهه وايضا تستغلها لتجريع الناس وتجويعهم. ربما كان الابرز في هذا الموضوع هو تمويل الحوثيين او ادارتهم للاسواق السوداء. رصد المركز في تقرير سابق أكثر من 600 سوق سوداء تنتشر في المديريات العشر داخل أمانة العاصمة، هذا في العاصمة صنعاء فقط غير المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. ربما هي الأبرز الأسواق السوداء بالإضافة إلى الإتاوات والضرائب التي تفرضها على التجار وعلى أيضا أصحاب المحلات وبقية المواطنين في العاصمة صنعاء. نعم، في مأرب نموذج عبد الباسط وأنت هناك في مأرب، كيف تسير الأمور من ناحية مثلا المشتقات النفطية، أسعار المواد الغذائية بشكل عام؟ كم ما هو الفرق يعني بين هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا وأيضا المناطق التي تخضع لسيطرة الشرعية؟ رغم ازدحام مدينة مأرب حتى وصل المواطنين فيها أو السكان إلى 1.5 مليون بحسب إحصائيات رسمية، لكنها لم نلاقي أو لم تلاقي المدينة أي صعوبات في موضوع المشتقات النفطية، لا أزمات لا طوابير. الدب الغاز تباع كما هو موجود في مدينة مأرب ب 1500 ريال، الدب البترول أيضا ب 3500 ريال كما هو يعني مقرر لها رسميا. في العاصمة صنعاء ربما يوصل إليها ربما بنفس الأسعار، لكن ربما الأسواق السوداء التي تتخذ منها الميليشيات الإنقلابية مكسب كبير وربما موقع لجني مكاسب كبيرة من الأموال هي التي ضاعفت معاناة المواطنين داخل المحافظات هذه. نعم، شكرا عبد الباسط، ابقى معي. نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطا عن المشتقات النفطية وأسعارها والتلاعب فيها، ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ورحب الآن انضم إلينا الصحفي بسيم الجناني من الحديدة. مرحبا بك بسيم. الأستاذ بسيم الجناني الصحفي من الحديدة، مساء الخير. مساء النور أخي، حياك الله وعليك وعلى جميع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ بسيم، أنتم كيف تتابعون في الحديدة طريقة الميليشيا في تجويع الناس وتجريعهم وفتح السوق السوداء وغسيل الأموال سواء في المشتقات النفطية أو المواد الغذائية وما شابه ذلك؟ نعم أخي، طبعا المعروف أنه منذ انقلاب الحوثي على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وخاصة فيما يتعلق بمجال شركة النفط تحديد وزارة النفط، كان مصدر الدخل الوحيد لتقوية حركتهم وإمدادها بالمال هي السوق السوداء، وكان قرار التعويم هو أول قرار اتخذوه عند تشكيل المجلس السياسي بقيادة محمد علي الحوثي، وسمحوا باستيراد المشتقات النفطية عبر التجار، فجاءت الأسماء الوهمية
والشركات الوهمية لاستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وتدفقت تلك الناقلات وأصبحت شركة النفط عبارة عن سمسار فقط لتفريغ هذه الناقلات وتوزيعها لهؤلاء التجار، وهم يعني بيضطروا يتبعون الميليشيا. طبعا على سبيل المثال أنا أعطيك مثال بسيط جدا، يعني إذا في خلال الفترة الماضية أو قبل ما يقارب شهرين يعني كان تدفق كبير جدا من ميناء الحديدة مستوى ناقلات النفط. إذا أخذنا بالمثال بعيد عن السوق السوداء، ما يحصلوه من ضرائب وجمارك على هذه الناقلات فقط، يعني إذا افترضنا أن هناك خمس ناقلات ديزل زائد خمس ناقلات بترول، ما يقارب 110 ألف أو 100 يعني ألف طن في هذه الناقلتين، في الناقلتين، فما يعادلها حوالي إذا تفرضنا أنه 25 إلى 30 ريال رسوم اللتر الواحد الذي فرضته الميليشيا على مشتقات النفطية كجمارك وضرائب ورسوم أخرى، يعني في حدود 4 إلى 5 مليار. تخيل هذا المبلغ فقط في يعني في أسبوع واحد ممكن كانت تحصل الميليشيا غير السوق السوداء. نعم طيب بسيم، في نقطة في غاية الأهمية. نعم بسيم، نقطة في غاية الأهمية. بالمعرف هذا الجزء فقط، لكن هناك قطع آخر يتم استيراده بالسعر العالمي عبر ميناء الحديدة. هناك أكثر من ناقلتين تم استيرادها خلال الشهرين الماضية، وتأتي بأقل بنصف المبلغ التي يأتي من مأرب، يعني ممكن يعني ذكر الدكتور محمد الزوبة يعني أنه ما يتحصلوه. نعم بسيم، ذكر الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي ما يحصلوا تقريبا في العام الواحد مليار و200 مليون دولار سنويا من المشتقات النفطية. طيب بسيم، الآن في الحديدة الناس إلى متى الناس ستتحمل هذه التبعات وهذا التلاعب بالأسعار وانهيار العملة لا رواتب؟ إلى متى سيستمر الناس صامتون في هذه المحافظة؟ أخي الناس في الحديدة عندنا مثل تاني يقول من حفرة للتحديرة، يعني يخرجوا من نكبة إلى نكبة. أنت قد يعني تسمع الأخبار العامة الدولة عن كوليرا ثم ينتقلوا إلى ديفتيريا، أمراض، أوبئة، فقر، بطالة، لا رواتب، شعب أعزل، شعب مدني يتم قمعه في الشارع، يتم قمعه في منزله، يتم اختطافات. هناك سياسة ممنهجة على أبناء محافظة الحديدة، هناك إحباط شديد جدا من المواطنين، أصبح الوضع مزري جدا. الميليشيا تستخدم آلة القمع يعني يعني قوية جدا ضد أي صوت يعلو على صوت النهب والفساد والمستشرقات المؤسسات الدولة، أفرغوا المؤسسات من محتواها، أصبح كل شيء عبارة عن يعني فيت ونهب وإلغام المواطن على يعني تحمل العباء والمعاناة. اليوم الناس تموت جوع، تسقط في الشوارع بسبب الجوع والفقر، الأوبئة تجتاح الأطفال بشكل كبير جدا، الموت الآن يعني يتحدث الناس حتى في القرى، يعني وضع جدا مزري. أصبح المواطن خلاص يعني أنهيت خلال ثلاث سنوات هذه، أنهيت بسبب المعاناة. يعني تم يعني قصفت كل ما يمكن أن يتحرك ضد هذه الميليشيا بسبب المتحوثين، بسبب المتعاونين مع الميليشيا. أصبحت الحديدة يعني بؤرة كبيرة ومحطة لا يمكن إفلاسها، خاصة أن هذه الميليشيا سيطرت على كل مفاصلها، 15 معسكر بحري جوي بري تم السيطرة عليها بشكل تام. طيب بسيم، في أقل من دقيقة لو سمحت، بسيم لضيق الوقت أعتذر منك، في أقل من دقيقة، نص دقيقة لك، أبرز الموارد التي الميليشيا تجعل منها مصدر دخلها في الحديدة على وجه التحديد، غير بالتأكيد ميناء الحديدة وما شابه ذلك. المشتقات النفطية وما يتم استيراده، هناك أيضا ضرائب الأوقات، هناك أيضا الموارد التي يتم تحصيلها من قبل خط الساحل الكهرباء، هناك تصل بعض ناقلات المازوت ويتم استخدامها في خط الساحل، الموارد السمكية، هناك كثير من الموارد الزراعية، يعني كل ما يمكن، هناك كل دخل إيرادي في المحافظة يتم السيطرة يعني علينا عليه، والشعب هو الذي يتجرع المعاناة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا من الحديدة. وعودة أخيرة إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الصحفي عبد الباسط الشجيع. عبد الباسط، هل لمستم في محافظة مأرب مع كل هذه الضغوط وكل هذه الممارسات وعدم يعني صرف رواتب الناس والإتاوات وسوق سوداء والغلاء، هل هناك مثلا موجة نزوح كبيرة من صنعاء باتجاه محافظة مأرب وهذه المحافظات الأكثر أمنا والأكثر استقرارا؟ نعم، نتيجة السخط والغضب العارم التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات البقية، هناك نزوح كبير إلى محافظة مأرب وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية. ربما هي أكثر أو أقل
أزمة مما تلاقيها العاصمة صنعاء. لا مقارنة بين مأرب والعاصمة صنعاء، هناك دولة، هناك الموظفون ما زالوا يتسلمون رواتبهم شهريا. العاصمة صنعاء مر عليهم أكثر من عام وموظفوها لم يتسلموا رواتبهم. مع سيطرة الحوثيين على جميع موارد الدولة، هناك انعدام مسؤولية أخلاقية للميليشيات الانقلابية، لا تكترث بما وصلت إليه أحوال المواطن المغلوب على أمره وهو المتضرر الوحيد من هذه الحرب. هناك التجار والنافذون داخل جماعة الحوثي وصالح هم من يتحكمون الآن بالاقتصاد اليمني، سواء عبر الأسواق السوداء أو التلاعب بالعملة وغيرها. نعم، أشكرك جزيل الشكر عبد الباسط شايع، مدير مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا من محافظة مأرب، والشكر أيضا للخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة، وكذلك للصحفي بسيم الجناني كان معنا من الحديدة، وهي أيضا للصحفي الاستقصائي عمر العمقي كان معنا من صنعاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة ومنتجها الزميل وديع عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.